اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، نواصل متابعتنا الاخباريه لمليونيه احنا ما بنتهددش. مره اخرى عوده الى الدكتور حازم عبد العظيم، يكمل معنا بعد انسحابه من المليونيه امام دار القضاء العالي. دكتور حازم، مع حضرتك. انا بشكرك على انك انتظرت معايا. لا ابدا، اهلا وسهلا، ربنا يخليك. دكتور حازم، حضرتك خدت القرار ساعه الهتاف ضد القوات المسلحه بالانسحاب، وانضم اليك عدد اخر من المتظاهرين. انا يعني معترض اعتراض كلي على اختلاف المضمون او طلب التظاهر عن الشعارات المرفوعه. يعني انا اصلا مشكلتي كلها ان انا انا بشك في اختراقات اخوانيه كثيره وفي مواقف كثيره جدا على فكره. نعم. فايه علاقه حكم العسكر بالنائب العام؟ ما هو برضه دي شيء في منتهى الغرابه. يعني انت بتشك في ايه يا استاذ حازم؟ يا دكتور حازم، بص حضرتك، يعني طبعا ما فيش شك ان بعض القوى الثوريه في مصر مخترقه اخوانيه. انا ما عنديش يعني معلومات، لكن انا من قراءاتي لما يحدث بلاقي في كثير من الاحيان مواقف مش مفهومه. يعني مش منطقي ابدا ان انا نازل اتظاهر ضد النائب العام وضد الاخوان تحديدا وامام دار القضاء العالي، ودلوقتي اتكلم عن اسقط حكم العسكر. طب ما انا يعني ممكن تبقى مظاهره ثانيه مثلا، ننزل ضد انتهاكات طنطاوي وعنان والمطالبه بمحاكمتهم في موقف اخر في مكان اخر كده افهمها وانزل معاهم طبعا. نعم. لكن انت جاي هنا وتكلم يسقط حكم العسكر، وبعدين الاقي السيسي بقى فتح السيسي متعلم عليه وشعارات ضده. يعني ما هو انا مش فاهم، يعني احنا كانت مشاكلنا اساسا كانت مع طنطاوي وعنان في المجازر اللي حدثت. نعم. والسيسي من ساعه توليك وزير الدفاع واضح الى حد كبير ان هو مش منتمي للعصابه الحاكمه، وكذا موقف وضح الى الان ان هو بينتمي لمصر. انا متحفظ على تعبير عصابه، بس اتفضل. اما طبعا من حق حضرتك. يعني انا ممكن اسميها يعني استعمار، يمكن افضل كلمه افضل شويه. طيب اتفضل. هو استعمار اخواني. فلغايه دلوقتي الراجل ماشي كويس. فانا دلوقتي لما انا اعمل عليه كروس واهتف ضده في مظاهره امام النائب العام، لا معلش، في حاجه مش مظبوطه، فاضطريت انسحب فورا، وانا ما احبش اشتغل في حاجات زي كده. طيب دكتور حازم، حضرتك رفضت الامتثال امام النائب العام للتحقيق في الاتهامات الموجهه اليك، وامتناعك كان قبل صدور الحكم القضائي بعدم شرعيه وجوده في هذا المنصب. تمام؟ تمام تمام. لماذا امتنعت والمطالبات الدائمه باحترام القضاء وقدسيه القضاء، لماذا امتنعت؟ خاصه ان هناك صوره ليك وانت ماسك حجر في ايدك، وانا عارف انك علقت على ده، فلماذا لم تمتثل وتدافع عن نفسك وتكشف الحقيقه؟ انا اول بلاغ جاي ضدي كان من واحد محسوب على الاخوان، عضو في الطابور الخامس الاخواني اللي هم حزب الوسط، اسمه عصام سلطان، كويس؟ ده كان من يوم ما ابتديت ادعي ليه التظاهر في امام مكتب الارشاد او في المؤتمر. نعم. منذ هذه اللحظه مبكرا جدا، وكان بلاغ سب وقصف، يعني بلاغ هايف جدا يعني. ومنذ هذه اللحظه وانا اعلنت على تويتر، يمكن من الاوائل اللي اعلنوا، ان انا لن امثل امام النائب العام. ليه بقى حضرتك؟ طبعا احنا مع احترام القضاء. نعم. لكن النائب العام ده جه ازاي اصلا؟ مش كده الناس بتنسى التاريخ، بس النائب العام ده جه ازاي؟ جه بموجب اعلان دستوري. اعلان دستوري ده غير شرعي. ليه؟ لانه لم يستثنى عليه الشعب. الرئيس مرسي حينما انتخب بموجب صلاحيات تعديلات دستوريه. بس الدستور حصن الاعلان الدستوري، حصن اثاره المترتبه عليه. لا، ده كلام مش مقنع بالمره، لانه ما بني على باطل هو باطل. ما تجيش تبلطك سياسيا عليا وتحصن بعد كده وتقول لي تسكت غصب عنك. لا. طب احنا اذا قيمنا كل شيء من وجهه نظرنا كمواطنين، وكل واحد حسب وجهه نظره التي قد تكون صحيحه، ده معناه ان احنا هنبقى في متاهه، مش في دوله قانون باي حال من الاحوال. بص حضرتك، يا اما الخنوع للاستعمار الاخواني والبلد هتضيع. من الواضح جدا ان شرعيه النائب العام مش فقط سقطت قانونيا ودستوريا، الاهم انها سقطت فعليا، لانه واضح جدا انه جاي في مهمه محدده. اولا الاسلوب اللي تم بيه ضبط الاحضار اسلوب كوميدي جدا، ويعني ومنع من السفر من غير تحريات، ومسخره مسخره لا تليق باي نائب عام حتى عنده الامكانيات المهنيه. بالنسبه للي حصل في الاتحاديه والمجازر لم يتحرك. بس عايز الفت نظرك ان حتى لو انا يعني لك الحق ان ترى ما تراه، لكن هذا قاضي مصري،
بعيدا عن وجوده في هذا المكان او في غيره. انا اتحفظ على كلمه مصري حضرتك معلش. كمان مصري؟ اه طبعا. لا احنا كده لو نزعنا لو قررنا ان احنا في خلافات سياسيه كبيره ومهمه من اجل صالح الوطن، منحنا انفسنا الحق في تجريد الاخرين من جنسيتهم. استاذ خالد اتفضل. حضرتك هتعتبر كلامي في مبالغه شديده، وهتعتبر كلامي انا بناقشك لان خد بالك ان انا يهمني جدا اعلق، انا عندي ناس كتير قاعده تسمع لها وجهات نظر متضاده معاك، فلازم انقل لك صوتهم. اتفضل. انا 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 بنقل وجهه نظري. الجنسيه ليست حبر على ورق. الجنسيه انتماء لحدود جغرافيه وثقافه وشعب، بس محدوده بحدود جغرافيه. عندما يكون هناك مواطن ينتمي المفروض ان هو جنسيته مصريه وولائه الاول والاخير لجماعة فوق الدولة ولا تعترف بحدود الوطن ولا تنظيمات خارج الدولة، يعني لو لما يجي مثلا زي ما قلت مثال، أنا بيشتغل عندي واحد إخواني وطلب منه يتاخد ملف خطير يفيد الجماعة وضربته بيها المحظورات، هيسمع الكلام بتاع المرشد. لما يكون عضو في القوات المسلحة أو مجند وطلب منه أمر من الجماعة هينفذ. إذن أنت انتمائك فوق مصر، فأنا آسف. طيب ما ده مفهوم متراكم خاطئ، يبقى صراعنا إن الجماعة تندمج جوه النسيج الوطني المصري مش ننزع عنها جنسيتها. حلو جدا، الكلام ده كويس قوي بقى. أنا في رأيي أنا بتخيل لو في يوم من الأيام مثلا حصلت انتخابات رئاسية مبكرة أو حصل انقلاب أو حصل ثورة عارمة، ال 500 ألف إخواني دول اللي هم أنا في رأيي دول حقيقي مرضى بالمرض الإخواني، هل ستعتقلهم مثلا او هنوديهم مثلا المعتقلات؟ لا طبعا لا ارفض كده، لكن اعتقد ان هم سيتم عمل تاهيل نفسي ليهم بما انهم ايه مصريين مش كده؟ لا طبعا لا بس دي واحده لازم يتم تاهيل نفسي ليهم للرجوع للجنسيه المصريه تاني. حضرتك الكلام اللي انا بقوله لك قد يبدو غريب جدا لكن ستثبت الايام. هو كلام غريب وكلام جارح لمواطنين مصريين قد نختلف معهم سياسيا بالكامل، طريقه ادائهم، الخلط ما بين الاخوانه والمواطنه، حاجات كتير ممكن نتكلم فيها للاسف. استاذ خيري لو حضرتك فضلنا ماشيين في السكه دي وان هم فصيل سياسي تاني، البلد هتدفع ثمن غير عادي، وحدود الدوله المصريه وهويه الدوله المصريه هتروح 60 داهيه. والكلام ده مش انا اللي بقوله، في ناس مفكرين ماشيين في نفس الخط معايا وعارفين كويس الكلام اللي بقوله عامل ازاي. لابد من التاكد من الانتماء المصري لهذه الجماعه، وهذا غير موجود. ولو سكتنا على كده وخدنا كلمه الفصيل ووطنيين وكلام من ده، البلد هتضيع. انا يمكن اكون عنصري هذا رايك الموضوع. نعم. انا رايي الشخصي، انا يمكن اكون عنصري في هذا الموضوع لكن انا مقتنع به 100%. بشكرك جدا دكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسي والموجه له عدد من الاتهامات، والذي يرفض المثول امام النائب العام لرفضه شرعيته الكلام على مسؤوليتي مع اختلافي في اشياء كثيره قد نختلف في مضمون، ولكن السياق العام انا مختلف معه بالكامل. طيب خلونا نشوف ايه اللي حصل وبيحصل امام دار القضاء العالي. زميلتي بسنت ابراهيم مراسله برنامج ممكن من امام دار القضاء العالي، مساء الخير يا بسنت، ماذا لديك؟ مساء الخير يا استاذ خيري. بدا المتظاهرون في التوافد امام دار القضاء العالي بعد صلاه الجمعه تحت شعار ما بنتهددش، رافضين قرار النائب العام بضبط واحضار عدد من النشطاء السياسيين بتهمه التحريض على احداث العنف امام مكتب الارشاد الجمعه الماضيه، ورافضين حصار مدينه الانتاج الاعلامي وارهاب الاعلاميين، مطالبين بتعيين نائب عام من قبل المجلس الاعلى للقضاء لا ينتمي لاي حزب او توجه سياسي. شارك في تظاهرات اليوم عدد من القوى والاحزاب السياسيه منها جبهه الانقاذ وتيار الاستقلال، وفي تمام الساعه الخامسه بدا المتظاهرون في التحرك بمسيره الى ميدان التحرير. نعم. كان اغلب اللافتات، انا شايف لافتات الاوقاف بتبيع مش عارف ايه، املاك الشعب بدون وجه حق. انت اللافتات المعلنه ايه؟ كان الدكتور حازم بيكلمني عن لافتات ضد القوات المسلحه المصريه، هل رصدت ذلك؟ بالفعل يا استاذ خيري، في بعض اللافتات كانت بتندد بالجيش، لكنها لافتات مش كتير، يعني اغلب اللافتات واغلب الهتافات بتقول الشعب يريد اسقاط النظام. نعم، لا توجد أي اشتباكات الأمن محصن دار القضاء العالي؟ هل كان هناك أي نوع من أنواع التجاوزات، الصدام، الاشتباك، أي شيء، ولا الأمور الحمد لله مستقرة وهادئة؟ لا الحمد لله الأمور تسير على ما يرام أمام
امام مجلس امام دار القضاء ولا توجد اي مشاكل. نعم بشكرك بسنت إبراهيم. يبدو أن الأمر مختلف في الأسكندرية، فقد أعلن التيار الشعبي عن انسحابه من المشاركة في تظاهرات إحنا ما بنتهددش، بدعوى أن هناك عناصر غريبة اندست داخل مجموعات المتظاهرين، وأن أي شخص موجود ينتمي إلى التيار الشعبي فهو موجود بصفته الشخصية غير ممثل لهذا التيار. ماذا يحدث في الإسكندرية؟ كيف بدأت المسيرة من سيدي جابر؟ ولماذا وقعت اشتباكات جماعة حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوة المسلمين بينفوا مشاركتهم في الأحداث في الإسكندرية، وإن كان هناك أحاديث أخرى عن إصابة 25 ممن ينتمون إلى جماعة الإخوة المسلمين؟ زميلي هيثم الشيخ مدير مكتب جريدة الوطن في الإسكندرية، مساء الخير يا هيثم. النور يا أستاذ هيثم، ممكن تحكي لي ما هي الأوضاع لديك؟ كيف بدأت الأمور في سيدي جابر ولماذا تطورت إلى اشتباكات وكر وفر؟ الحقيقه النهارده خرجت المسيره شارك فيها المئات من النشطاء والمنتظرين في الاسكندريه من امام مسجد القائد ابراهيم عقب صلاه الجمعه، وتوجهت كالعاده الى منطقه سيدي جابر. تكرر المشهد الذي بدا من الاسبوع الماضي بقيام العشرات من المجهولين بمحاصره المتظاهرين وامطروهم بالحجاره والزجاجات الفارغه، مما ادى لاصابه العشرات منهم. هؤلاء العشرات كانت اصاباتهم معظمها اصابات طفيفه لم تتطلب نقلهم الى مستشفيات تابعه لوزاره الصحه، ولكن نقل ثلاثه منهم الى مستشفيات وزاره الصحه، بينهم مصاب طلق خرطوش في هذه الاشتباكات. حتى الان لم نفت جماعه الاخوان المسلمين كالمعتاد مسؤوليتها عن هذه الاحداث، وقالت انها لم تشارك في هذه الاشتباكات باي شكل من الاشكال، وان شباب الجماعه كانوا يكتفون بحمايه مقر المكتب الاداري لاخوان المسلمين بمنطقه سيدي جابر، ولم يتعمدوا ازاء اي من المتظاهرين او الدخول في اشتباكات معهم. ولكن شباب القوى السياسيه كان لهم راي اخر، حيث اكدوا ان هؤلاء الاشخاص هم منتمين الى جماعه الاخوان المسلمين، ويدللون على ذلك بان تلك الاحداث كانت تتكرر امام المنطقه الشماليه العسكريه باستمرار حينما كانت تصل المسيرات التنميه الى هذه المناطق. وصلت سيارات الامن المركزي في محاوله من قوات الامن لخض الاشتباكات بين المتظاهرين، وهناك اشارات من قبل عدد من القوى السياسيه ان عمليات ضبط عشوائيه تمت بالتعاون بين قوات الامن وعدد من الشباب المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين، وقاموا بضبط عدد من النشطاء بعد ان دلل عليهم شباب الاخوان المسلمين وتم نقلهم الى قسم شرطه الارامل. نعم. هذا ادى الى اشتعال الغضب بين النشطاء والذين قرروا الخروج في مسيره الى مديريه امن الاسكندريه بمنطقه سموحه. محمد سلطان رئيس هيئه الاسعاف قال ان فيه حتى الان 8 مصابين تم نقلهم الى مستشفى. مستشفى معظم المستشفيات اللي في اسكندريه جامعه اسكندريه، مستشفى جامعه اسكندريه المركزي هي اللي بتستقبل الحالات دي. هو بس ان في اصابه واحده منهم كانت بطلق خرطوش، ولكن نتمنى ان لا نجد المزيد من الاصابات امام مديريه امن الاسكندريه، لان المستشفى دلوقتي خرجت في طريقها لمديريه امن اسكندريه. نتمنى ذلك. بشكرك جدا هيثم الشيخ مدير مكتب جريده الوطن في محافظة الإسكندرية التي تشهد اشتباكات امتدت إلى المنطقة الشمالية العسكرية بين المتظاهرين وممن يدعى أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التي نفت ذلك، وإن أصر المتظاهرون على ذلك. قوات الأمن في الشرقية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري القوى الثورية من أمام مقر جماعة الإخوان الكائن بشارع عبد العزيز علي. أما مكتب الإرشاد في المقطم فقد شهد تواجد أمني كبير، وتم إقامة بوابة من الطوب لتأمين مكتب الإرشاد. أصدر مكتب الإرشاد خطاب وزعه على سكان منطقة المقطم بيعتذر فيه للسكان، وبيقول لهم احنا جينا هنا عشان ننشر الدعوة بالحسنى، واحنا كنا حريصين على أنه لا يحدث أي شيء، لكن السياسيون قادوا بلطجية وأحدثوا الإجرام. خطاب طويل، انتوا ده صورة من خطاب جماعة الإخوان المسلمين. امبارح متأخر
قامت حركة 6 ابريل بحركة مفاجأة وتوجهت الى منزل وزير الداخلية. كانوا بيهتفوا وبيتهموا وزارة الداخلية بانها جزء من النظام الجديد، وقالوا الفاظ جارحة جدا. ايضا حملوا الملابس الداخلية. بعض اعضاء الحركة انتقد هذا الشكل وقال ده ما يعفيش الشرطة مما تقوم به، واحنا مش بنتكلم عن كل ضباط الشرطة ولكن بنتكلم على وزير الداخلية الذي يذهب بالوزارة الى مكان اخر. قالوا ان وقفتنا لم تتعدى نصف ساعة، وقال الهدف كان تذكير النظام الحالي ووزارة الداخلية بانهم لن ينسوا حق شهداء الثورة، انهم سيغادرون المكان دون حدوث اي اشتباكات، واشعلوا الشماريخ وخلاف. ولكن حدثت اشتباكات بالفعل. قوات الامن المركزي هجمت المتظاهرين، اطلقت عليهم قنابل مسيلة للدموع. ايضا قيل ان بعضهم اصيب بطلقات خرطوش وقبض على بعضهم ثم اخلي سبيله بعد ذلك. دي صور مشاهد من اللي احنا شايفينها من التجمع امبارح. اللي حصل اثار ردود فعل كتير، اعداد كبيرة حتى من المنتمين للحركة او المؤيدين ليها او المحبين ليها انتقدوا تصرفهم في شكل انك تطلع بملابس داخلية في مشهد مسيء. قبلها كانت برسيم قدام منزل الرئيس. يعني مجموعة مشاهد هقول لكم التعليقات. يعني الحرية والعدالة، الدكتور مراد علي المستشار الاعلامي قال على موقعه على فيسبوك ان على اعضاء حركة شباب 6 ابريل ان يراجعوا انفسهم وان يحددوا منهجهم، مشيرا الى ان ما فعلوه بالامس من رفع الملابس الداخلية امام منزل وزير الداخلية يمثل انهيارا اخلاقيا يفوق في سوءه ما فعلوه الأسبوع الماضي من نثر البرسيم أمام منزل الرئيس محمد مرسي بالتجمع الخامس، وصفا الفعل بأنه محاولة لإهانة الرئيس، وقال إن المنازل حرمات والخلاف السياسي والمعارضة لا يجزان أن ننسى الأخلاق الأساسية التي تربى عليها الشعب. المتحدث السابق محمود عفيفي لحركة 6 إبريل أدان رفع الملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية، وقال دي غلطة كبيرة وكان ممكن الاكتفاء بالبانر بس. وقال في تدوينة لي على فيسبوك أنه لا يستطيع أحد الاختلاف على قمع الداخلية والاعتقالات في محاولة فض محاصرة منزل وزير الداخلية، وقال اللي ما ينفعش نختلف عليه أبدا أننا نبرر قمع الداخلية والضرب اللي حصل والاعتقالات. وقال الداخلية بلطجية، الحرية للأبطال مقبوض عليهم، كما تمنى السلامة للمصابين. بنحاول نكلم الأستاذ أحمد ماهر مؤسس الحركة لكن تليفونه انشغل. تعالوا نروح للجمعة ونشوف النهاردة في مسجد الفاروق كان الدكتور محمد مرسي بيصلي هناك، وكان معاه نجلو عبد الله وكان معاه السيد حسن مالك وكان بيصلي، والخطبة كانت محترمة وما فيش حاجة. ولكن في حوار كده منسوب للرئيس دار بينه وبين إمام المسجد. الحوار عادي ومصر ستكون بخير ومصر قوية، ده كلام ماشي. بيقول له إن مصر لو قامت لما تقوم الدول كلها اللي جنبها هتنام. هذه الفكرة أنا مش قادر أفهمها. لو هذا الكلام الصحيح اللي منسوب للدكتور مرسي على المواقع الصحفية وفي موقع جريدة الوطن، عايز أسأله وأنت حاكم دولة كبرى مثل مصر، طول عمرهم العرب بيقول لك لما مصر تقوم احنا نقوم، وفي قوة مصر قوتنا، وانت لما احنا نقوم هيناموا ليه؟ عشان احنا ايه يعني، هنسحقهم ولا احنا داخلين معركة مع جيراننا؟ ولا بتتكلم عن اسرائيل؟ ده اسرائيل قايمة من زمان قوي، ده قايمة جامد، ده قايمة واقفة، ده قايمة وبتشتغل وبتعمل ابحاث وبتطور اسلحة واقفة على الحدود بتاعتنا وعاملة كل حاجة. طيب دول المنطقة اللي هي مين؟ يعني في ظل ما يشار على أن هناك خلافات مصرية عربية والرسائل التي تصل إلى بعض الدول العربية، إحنا مش عايزين حد ينام غير إسرائيل، وإسرائيل مش هتنام، إسرائيل قاعدة تشتغل، نتمنى أن تزاح من هذه المنطقة، ولكن الواقع شيء والأمنيات شيء آخر. إسرائيل عندها أبحاث علمية بتطور إمكانياتها العسكرية، عندها استقرار، عندها ديمقراطية، يعني إيه جايز إن الحسد ده يعمل معهم حاجة.
احنا اللي حالتنا وحشه يا دكتور مرسي، وحالتنا وحشه وعايزين اخواتنا العرب، وعايزين زي ما هم فاهمين ان هم طول ما هم واقفين احنا واقفين، احنا اقوياء، وان احنا بقينا اقوى هم هيقوا مش هيضعفوا، ومش عايزينهم يناموا. الشيخ مظهر شاهين في عمر مكرم قال: اخاف ان تعلق رقاب الثوار على مداخل ميدان التحرير. واعلن تدشين جبهة وطنية لحماية الازهر بحضور اسماعيل حمد الفخراني وجمال زهران النشطان السياسيين، واحنا عارفين ان حمد الفخراني محال الى محكمة الجنايات. وبمناسبة المحاكم، اخلي سبيل امس المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق بلا ضمان في قضية الغاز بعد ان قبلت محكمة النقض. وعايز اقول لكم الهوس اللي معمول من قيادات ورموز إخوانية مش على إخلاء سبيل سامح فهمي، على القضاء المصري كله بيربط بكلمة الرئيس، وبيقولك الرئيس لما قال ناقص يدوهم فلوس ولا يدوهم هدايا. القضاء المصري بيتعرض إلى هجمة وهتشوفوا الأيام الجاية. بدأت المطالبات: مجلس الشورى عليك أن تناقش وتقر فورا قانون السلطة القضائية. إيه علاقة قانون السلطة القضائية بتطهير القضاء؟ والقضاء إيه اللي عايزين تطهروه؟ قال لك فاضل ان نفاجئ بمبارك طالع. والله لو القانون بيقول مبارك يطلع يطلع، زي ما القانون قال انه ياخد 25 سنه، هو كان هنا كويس وهنا وحش. يعني انتوا عايزين تظلموا ناس، الغلطان بالقانون وبالادله. خدوا بالكم الناس دي محبوسه بقالها اكتر من سنتين، الناس دي في سجون وما اتحكم لم يدانوا، فمش من العدل اطلاقا. وما تبقاش القضيه، لان القضاء طول ما انت بتحافظ عليها هيحافظ على حقك زي ما بيحافظ على حق غيرك الذي يثبت. وبعدين خدوا بالكم ده تقاضي، درجات تقاضي، وراح لمحكمة النقض، وفي قاضي حكم عليه قبل كده شفتوه عادي، ولما قاضي تاني يجد ان هناك مبرر للطعن بالنقض يبقى القضاء فيه كارثة، وانه قضاء النظام السابق، وانه يريد ان يسقط هذا الحكم. ايه الموضوع؟ ليه التكبير ده كله؟ التكبير دي بتاعتهم، تكبير الله اكبر. طيب السيد اللواء الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، وهو والفريق صدقي، الفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحه، تقدم جنازه اللواء اركان حرب محمد الفاتح كريم احد ابطال حرب اكتوبر. يا ريت تقدموا له صور، هذا الرجل كان عظيم. ولاول مره كان دايما النظريه العالميه بتقول لك من يملك الجبل يملك السهل. هذا الرجل العظيم أثبت غير ذلك بقواته، أن من في السهل يمكن أن يقمع من في الجبل. ده واحد من أبطال ورمز من رموز قواتنا المسلحة، الجيل العظيم الذي أعد لنا النصر الوحيد اللي شفناه في عشتنا من يوم ما اتولدنا، وإحنا شايفين نكسات 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 نكسات. الحاجة الوحيدة اللي باقية بنقول عليها نصر وبيحاولوا يسرقوها حتى هي حرب أكتوبر الكريم. التيار المدني فاز بعشر مقاعد مقابل اثنين الاخوان في انتخابات نقابة الصيادلة. نيويورك تايمز بتقول ميدان التحرير اصبح رمزا لارهاب وازدراء النساء. بتتكلم عن ميدان التحرير في ظل نظام الاخوان او في ظل حكم الرئيس مرسي، ماذا حدث له؟ بقى رمز للبلطجة والسرقة وانتهاك النساء، وبيرصدوا تقريبا 18 واقعة اغتصاب وتحرش تمت في يوم 25 يناير الماضي. اما رويترز فعامله تقرير بتتكلم فيه عن ان مصر بتطلب هبات في وقت تضرب فيه الازمات الماليه الواردات، وقالت ان مصر وزاره البترول بتقول ان الكهرباء هتتقطع علشان عدم وجود سيوله ماليه لشراء الوقود لمحطات التوليد. ومسؤول حكومي قال ان القاهره تبحث عن مصادر اخرى للسلع وعن سبيل لتمويلها. وتحول مصر الصمود حاليا بالاعتماد على اموال من تركيا والعراق وليبيا كاحدث مصدر، وقطر التي كانت اكثر كرما وقدمت 5 مليارات دولارات. وقال رئيس شركة دولية لتجارة السلع الأولوية، ده كله على رويتر، بيقول إيه؟ تبدو مصر كما لو كانت تعيش على جهاز تنفس صناعي قطري. يلا العار. طيب احنا عندنا إيه؟ عندي بعد الفاصل مباشرة فضيلة العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري المشرف على مكتب رسالة الأزهر. هتكلم معاه النهاردة عن القلوب،
وعن القسوة وعن الأكل وعن العنف وعن الدم. إزاي ده بيحصل في أمة الإسلام؟ إزاي ده بيحصل في بلد ربنا قال أنها محفوظة؟ إزاي القلوب يمكن أن تتحول؟ وإيه الزاوية اللي أنا أخدها علشان قلبي يخليني وعيني تخليني أشوف حجم الخطر اللي أنا فيه؟ القلوب بتنشف. الدين فين؟ إيه اللي في الدين يرطب قلبي؟ المرأة في مجتمعنا وفي ديننا إيه؟ هي المرأة اللي بيتكلموا عليها اللي عايزين يحبسوها وراء جدران وجدران، ولا المرأة هي الأم والأخت اللي الإسلام حفظ لها حقوقها بالكامل؟ حوار طويل مع ضيف العزيز دكتور أسامة الأزهري. هطلع فاصل وأسيبكم الآن مع تقرير عن انتخابات نقابة الصيادلة، ثم أستقبل ضيفي العزيز، نلتقي بعد الفاصل. تجميعا شريط الشارع وصلنا 40,000 سيجاره في الحمد لله. بناء هدفا لا تطير عليكم ضربوا الاحتضار من المجلس. الانتخابات الحقيقه كانت شيء مشرف جدا وتدل على وعي الصيادله، وفي الوقت نفسه ما حصلش اي نوع من انواع المشاكل او اي نوع من انواع التدخلات من النقابه او حاجات زي كده، فاللجنه كانت بتعمل الحقيقه بمنتهى السهوله واليسر، وقدرت تظبط الانتخابات بحيث النتيجه في الاخر طلعت معبره عن رغبه الصيادله، والزملاء الجداد حاسين ان هم مش غربه عن النقابه وحاسين ان هم وسط زمايلهم، عندهم طموحات وعندهم حماس ان هم يحققوا حاجات احسن. والحقيقه احنا بنشكر النقابه الجزء القديم اللي خرج، ال 12 واحد اللي خرجوا، لانهم برضو حاولوا ان هم يعملوا حاجه في السنتين اللي فاتوا، وعلى الرغم ان هم كانوا سنتين صعبين. يعني التشكيل الجديد بيعكس راي جديد للشارع وبيعكس اهتمام بالانتخابات وعدم اهتمام بعض الناس بالانتخابات، فالذي اهتم فاز والذي تقاعس وما زارش الناس وما نزلش خسر. الاقبال ما كانش عالي، وده شأن الانتخابات النصفية. الانتخابات اللي مش نصفية بيبقى فيها النقيب العام وفيها نقباء المحافظات، وفي يعني تبقى انتخابات العادي انه يبقى الاقبال فيها 40% 50%. الاقبال المرة دي ما هوش عالي وما كناش متوقعينه عالي. نسبة الحضور كانت ضعيفة جدا. نأمل يا ربي أن الصيادلة في المستقبل يحسوا بأهمية الانتخابات ويشاركوا فيها بشكل واسع. احنا نسبة الحضور كانت في الانتخابات الأساسية لم تتجاوز برضو ال 12-13%، فكون التجديد النصفي تحصل على نسبة 4-5% فده شيء منطقي وطبيعي.